أشنا هو برنامج امتلاك؟ امتلاك هو برنامج للمساعدة على السكن، وضعته مؤسسة محمد السادس باش تساعد النساء ورجال التعليم أنهم يقتنيوا السكن الرئيسي ديالهم، إما باش يشريوا دار أو لا يشريوا أرض أو لا يبنيوا أرض أو لا يشريوا أرض ويبنيوها. المنخرط عنده اختيار ما بين 16 مؤسسة بنكية شركة كلاسيكية ولا تجاركية باش يمول المشروع السكني ديالو. كاين 4 ديال الآليات، 3 كتخص التمويل الكلاسيكي وحده كتخص التمويل التشاركي. بالنسبه للتمويل الكلاسيكي كاين الآلية الاولى اللي هي قرض كيوصل المبلغ ديالو 300000 درهم، كيتسدد في مده اقصاها 25 سنه، مدعم بنقطتين اي 2% من معدل الفائده المطبقه من طرف البنك. الآلية الثانيه هي قرض مدعم كيوصل المبلغ ديالو 150000 درهم، كيتسدد في مده اقصاها 15 سنه بنسبه فائده 0%، اي ان المؤسسه كتحمل الفائده المطبقه من طرف البنك كامله. والاشاره فبالنسبه لهاد الزوج اليات، فالمنخرط الى ما كفاش المبلغ المدعم فيقدر يطلب قرض تكميلي من البنك اللي كيكون بسعر فائده تفضيلي. الاليه الثالثه هي مساعده جزافيه المبلغ ديالها 40000 درهم، حتى هي كتقدمها المؤسسه بالموازاه مع قرض اللي كياخذ المنخرط من البنك واللي حتى هو كيكون بسعر فائده تفضيلي. اما بالنسبه للمنخرط اللي كيتوجه للتمويل التشاركي، فالمؤسسة كتقدم له هنا مساعدة جزافية المبلغ ديالها 40000 درهم بالموازاة مع تمويل مرابحة اللي كياخذوا من البنك بهامش تفضيلي. للمزيد من التفاصيل حول برنامج امتلاك زوروا موقع المؤسسة www.fmcseducation.ma.